لو الحكاية فيها إن فيجو حسيت إنك ترجع لأهلي مع لا ما بقولك أي حاجة واردة بالنسبة لي، ما بقولك أنا تبعت العيشة. يعني خلال فترة تواجدك في نادي الزمالك ما كانش فيه كلام من نادي الأهلي؟ في كلام في الاخر، في اخر 3 سنين. وليه ما استغلتش؟ المشكله انا كنت المفروض رايح مع كابتن حسام البدري. اه. وجوزي مسك كابتن حسام مشي وجوزي اللي جه. الموضوع ما كملش. طب انا ملاحظه ان يعني بشكل عام ان في تخبط، يعني برضو تروح الزمالك وترجع تاني وبعدين المصري، في تخبط يعني مش عارف انت عايز ايه. ده اثر عليك شويه. انا مش موضوع تخبط، موضوع انا جيت الفتره بتاعت كابتن حسام ما لعبتش. فطبيعي اول مره في حياتي، في فتره حياتي كلها ما العبش اساسي. فطبعا الموضوع غريب عليا، انا مش مستحمل، ما عرفتش اتاقلم معاه، مش مستحمل ان انا احتياطي والعب 5 دقايق و10 دقايق، انا ما اتعودتش على كده، طول عمري بلعب اساسي. فطبيعي انت من جواك عاوز تلعب، ده حتى اللعيب ما بيلعبش عاوز يلعب، فانت تخيل انت اساسي على طول ما بتلعبش. وكابتن حسام ساعتها كمان لعيبه كتير جدا طبعا بتمشي، ده مش حوالي 6-8-9 لعيبه. فجالي النادي المصري ساعتها، يعني كان احسن، جالي اداره مصر كلها بلا استثناء الحمد لله، بس شايف ان المصري كان عرض مادي كويس وكان جايب فرقه كويسه جدا، ويعني اعتقد العيشه كانت كويسه مع مستر كابتن حسام. جالك دراجه في مصر في الاخر، لعبت مع بورسعيد، لعبت بقى مع كنت هلعب اساسي، كنت موقوف، يعني اداني القميص بتاع التمرين اللي انا هلعب اساسي. كنت لابس في المصري؟ كنت هلعب اساسي اول، يعني اول ماتش جه فيه كنت هلعب اساسي، بس كنت موقوف 3 ماتشات، كان اخر ماتش ليا. موقف قدامها كابتن حسام. لعبوا الفرقه وكسبت ماتش انبي. بعدين الاسماعيلي لعبت، نزلت يعني نزلت شويه بتاع الكلام ده كله، وبعد كده ماتش الاهلي نزلت شويه في الاخر بتاع مجزره بورسعيد. بنتكلم بقى عن مجزره بورسعيد يا احمد، خصوصا انت اتفرجت ليه؟ انت كنت موجود في الماتش. في الماتش. انت كان انطباعك ايه لما شفت اللي حصل؟ بص انا انطباعي انا ما شفتش حاجه في الملعب، انا دخلت على طول. يعني بعد الماتش الناس كانت فرحانه وبتاع، ونزلوا في ناس نزلت بقى لو تاخد التيشيرت ولو تاخد الشورت ومش عارف، فرحانين ناس عاديه يعني. فدخلت الاستاد، دخلت جوه يعني. فبعدها شويه اللعيبه ما لقيتش، اللعيبه جت وكده، فقال لك لعيبه الاهلي بتتضرب، بس ده اللي حصل. عملت ايه؟ انا لعيبه بتتضرب بس، ما حدش قال حاجه اكتر من كده يعني، شباب عادي. فقلت هتلاقي الناس دخلت خلاص والموضوع خلص. فروحت البيت وكده. كنت يعني ما حضرتش اللي حصل في البيت. انا اقول لك اهو، رحت البيت بعديها بفتح ماتش الزمالك والاسماعيلي، فبتفرج شويه وبتاع، وبلم لبسي عشان كنت مسافر يعني. فقال لك هتلغي الماتش وبتاع وكده عشان في ناس ماتت في ماتش الاهلي والمصري. فكنت انا وقابل مصري ومحمود شاكر ماشيين مع بعض. فقلت له يا جماعه تيجي نعدي على لعيبه النادي الاهلي نشوف اللعيبه فيها ايه وبتاع، برضه اصحابنا وكده. فدخلت الاستاد طبعا شفت ناس ميته على الارض بقى، ولقيت الاستاد طبعا مفتح ما فيش حد، ولقيت انا ما كنتش عارف ان في حد مات لغايه دلوقتي يعني، ما كنتش عارف. بس دخلت قلت يعني لو جمهور الاهلي ما بيحبنيش كنت اتفرتكت ساعتها، انا لعيب من مصر. دخلت الاستاد وماشي والناس تقول لي ينفع كده يا كابتن احمد ومش ينفع اللي حصل فينا، انا مش فاهم حاجه. مش فاهم اللي حصل. مش فاهم اللي حصل، بس لقيت ناس، في ناس كتير جدا في الملعب. دخلت بقى اوضه النادي الاهلي بتاع النادي الاهلي بقى، شفت ناس مرميه في الحمام واللي جاي اللي لبسه جاي من المستشفى ميت، فاهم. ولعبت الاهلي طبعا في رعب غير طبيعي يعني. كنت طبعا اكيد مذهول. انا بقول لك انا ما دخلت بقى اتصدمت يعني، وناس ميتة على ايد ابو تريكه وناس على البركات، وقعدت اشكال اللعيبه نفسها تحس ان هم كبروا 20 سنه، متعب مرعوب وبركات وواقفين فوق الكرسي. اعتقد انك صعب انك تنسى الموقف. طبعا انا بقول لك انا دخلت يعني، انا ما اعرفش بقى حظي يعني، انا قلت لهم تعالى نشوف لعيبه النادي الاهلي اخبارهم ايه، برضه اصحابنا وبتاع الكلام ده كله. قلت لهم طب تعالى حد يجي عندنا البيت وبتاع، وطلعوا غضبان من طلعوا مدرعات ومشوا. قعدت معاهم فتره كبيره يعني لغايه ما مشوا. طب يعني برضه تحكي لنا اللحظه دي يعني، كانوا عارفين يتكلموا؟ لا اقول لك، انا بقول لك كل واحد، بقول لك كل واحد عايش مثلا كبر 20 سنه قدام يعني، كل واحد شكله. وموقفك صعب برضه، ما كنتش عارف تتكلم يعني، ده حصل في المصري يعني. بقول لك انا دخلت والجمهور لو كان حد ممكن اعدي غيري او حد مثلا احنا مش بتوع مشاكل والكلام ده كله كنا كان مسكونا. طب شايف ايه السبب يعني فعلا تعصب الالتراس؟ لا بس بص لك حاجه، الجمهور المصري ما عملش كده، مش جمهور. بص هو ناس كتير من المصري بيقولوا انا لا لا بص لك، انا معاشرتي بالجمهور بتاع مصر جبنه، معنى يعني ممكن يشتمك وبينك وبينه السور، بس لو شافك بره ما يقدر يعني. يا كابتن عامل ايه اخبارك وبتاع وكام، ما عندهمش يعني القدره ان هم يروحوا يموتوا حد، دي حاجه مخططه يعني. ناس بره بورسعيد الله اعلم، بره ممكن جوه بورسعيد، بس مش جمهور النادي المصري. مش جمهور النادي المصري.
يعني جمهور النادي اصلا اخره يشتم جمهور النادي. النادي ملوش علاقه بال انا ما اعتقدش يعني انا اقول لك انا عشت جمهور كتير ولعبت معاهم لعبت مع في جمهور كتير جدا مع بتاع النادي المصري. هو ممكن شاف من ورا السور لكن لو هيفضل بره بعد السور مش شفت حقوقه معاه. طب شايف ان الاسماء اللي اتاخدت فيها ناس مظلوم؟ لا انا شايف ان في حاجات عشوائيه كتير يعني اعرف واحد منهم الناس اللي اتقبض عليهم انا اعرف واحد منهم وطلع اللي هو كان مدير امن النادي وطلع براء سواء كان ساعتها الامن بياخد اي حد عشان يهدد الدنيا كان بيلموا اي حد قدامهم عشان اي حد ليه علاقه بالماتش او الكلام ده كله عشان يلموا تحت تحقيق والامن نفسه الامن اقول لك حاجه الامن يعني بص قبلها ماتش الاهلي والمحله كان الامن عامل ازاي والماتش ده كان وقفوا كوردون وقفلوا الدنيا وبتاع انت الامن لو ضربت لك بس طلقتين ثلاثه في الجو هتلاقي كله جري لكن انت احمد فتحي بياخد منه الدفاع بيقول له احميني ولا هو كانه شارب حاله يعني وسايب الناس بتروح لا يعني فتحي ما انت لو شفت في التلفزيون هتلاقي فتحي بيجري وناس تجري وراه فبتاع الامن بياخد من بتاع الامن البندقيه مفيش حاجه الامن واقف عادي المفروض يعني على الاقل تعمله صف وبتاع واضرب نار في الجو هتلاقي كل الناس اللي جايه دي كلها بتجري فاهم اصل اخر جمهور النادي ياخد مثلا علم من جمهور النادي الاهلي ده كده علم عليه يعني اللي هو الجمهورين مع بعض ياخد منه علم ياخد منه مش عارف ايه الكلام ده كله لكن قتل وبتاع شغل عصابات ده حاجه مخططه يعني حتى بقول لك الامن غريب جدا يعني بقول لك الامن غريب جدا انا مستغربت من هو الامن دوت انا بقول لك لو ضربت طلقتين في الجو تلاقي الناس كلها جريت. طب الولاد نفسهم اللي اتقبض عليهم شايف ان فيهم ناس مظلومه؟ انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك ان هو اللي هو مدير امن النادي دوت ومدير النادي ده نفسه مدير النادي ده اسمه محسن شيتا دوت غلبان جدا جدا ولا يعني ولا بيهش ولا بينش. الموضوع ده اثر على علاقتكم بعض اللعيبه بعد كده سواء في النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي؟ لا ما اعتقدش لا انا بالعكس احنا جينا وقفنا جنبهم يعني لما كنت في مصر كنت ممكن اخش اشوف بتاع انا عشان عارف ناس كتيره فيهم ولعبت مع ناس كتيره ودوس حتى لو انا ما اعرفهمش خلينا اطمنا عليهم وشفنا ايه اللي موجود وبتاع والكلام ده كله ما اعتقدش يعني انا لا اكتر حاجه اتظلم فيها النادي يعني اللعيبه اتظلم اكتر ناس اتظلمت في مصر اللعيبه. يعني ما كانش عاوزك تلعب سنه مش عارف تلعب الثانيه طب اللعيبه تروح فين؟ يعني راح اخذوا اعراض لسموحه وبتاع كان في ناس بطلت كتير في لعبه كانت بتخاف تروح النادي المصري تلعب وفي ناس اصلا تخاف تطلع على القاهره انت ايه كان اي ساعتها اي عربيه بورسع ملاكي ساعتها بتتكسر ازاي فاكتر ناس اتظلمت اللعيبه فلو انت مش هتلعبهم فلوسهم فين طب اكل عيشهم فين الكلام ده واللعيبه ما عملتش حاجه اللعيبه هي بتلعب كوره بس بالظبط انت عيب مالكش ملوش دعوه هو عمل ايه هو عشان بيلعب اسم النادي المصري. انت ايه رايك بقى في واقعه امبارح حصلت ايه رايك انت يعني كابتن احمد امبارح كان في ماتش لشباب الاتحاد السكندري كان بيلعب سمعت الموضوع تمام بعد الماتش في بعض الناس المجهولين الله اعلم مين يعني ضربوا الاتوبيس بتاع الاتحاد السكندري دلوقتي دوريات الجمهوريه دي انت كابتن احمد مجدي بتنصح هل تستمر دوريات الجمهوريه تتلعب لان طبعا الاهلي هيسافر اسكندريه واتحاد سكندري هيجوا هنا القاهره تاني في 97 و98 انت شايف شكل هل يستمر الدوري؟ لا طبعا لا يستمر اصل بص اقول لك حاجه في ناس بتخرب كده كده في ناس مثلا يعني على ماتش مثلا السنغال ناس كانت بتهدد قبل ماتش السنغال اصل دوت خلي بالك ده يعني ايه دي حاجه الناس كل الشعب كله شايفها فانت لو دخلت في حاجه دي عشان تبوظها يعرفك ان البلد في مصر ايه الدنيا في مصر بايظه فاي حدث هتلاقي اي حد داخل فيه عشان يبوظه عشان يبين للعالم كله ان مصر ما فيهاش امن وما فيهاش سياحه وما فيهاش وما فيهاش وما فيهاش فهي المشكله في الامن يعني طبيعي انت هتامن ماتش دوت اكيد في ناس بتامن فاهم ازاي مش كل مثلا ماتش مهم تقول لك لا من غير جمهور طب الغيه طب اعمله وبتاع طب انت معلش انت شغال ليه طيب ما انت ما عندكش امن ازاي شوف انجلترا شوف اسبانيا شوف الحتت دي كلها يعني استعمل قوتك او استعمل المفروض يعني مش قصدي المفروض يبقى في شركات امن يعني متخصصه في الموضوع ده هي اللي تتولى حمايتها انا شايف ده احسن بكتير بس الموضوع مكلف انا يعني شايف ان خلاص ان دلوقتي في مشاكل في البلد فالامن بتاعنا يبقى خليه في البلد وهو المفروض شركات امن بس المشكله من الموضوع هو مكلف كمان في ظل ان مفيش حضور جماهير ومفيش موارد لا ما انت لو جبت شركات امن خاصه هتجيب جمهور هتجيب شركات امن تعمل بيها ايه؟ تحطها في الملعب وخلاص لا مفيش جمهور بس خلي بالك دلوقتي انت لو تلاحظ المنتخب بيجي يلعب دلوقتي قدام جمهور الدنيا يعني بتبقى صعبه على اللعيبه لان خلاص اتعود دلوقتي ان ايوه المهم برضه من الحته دي ان احنا يعني حتى اخر ماتش كان المنتخب الوطني والسنغال توقعنا ان حضور الجماهير هيبقى تاثيره ايجابي على اللعيبه احنا لاحظنا ان اللعيبه حتى اتعودت انها تلعب من غير جمهور. بص حد كان كلمني في اليوم السابع وقلت له ان هيحصل ده بالظبط مش حاسس اللعيبه مش حاسه ان في جماهير في اللعبة. لا ما عشان انت بقالك سنتين ما بتلعبش بجمهور
ويوم ما هدول جمهور 5000 واحد ولا 2000 ونص ولا 3000. فطبيعي انت دلوقتي لما تيجي تلعب خلاص انت اتعودت على حاجه معينه، اتعودت مفيش صوت في الملعب، اتعودت مفيش غير سامع صوت المدرب بتاعك مثلا والكلام ده، صوت اللعيبه والكلام ده كله. لما تيجي جمهور وماتش مهم زي دوت وضغط برضه جمهور وبتاع، هتلاقي في ناس مش جاري بس اللعيبه اللي بتلعب جمهور في الجمهور. يعني اللعيبه الخبره مثلا حياتك لعبت وشفت مثلا اللعيبه الخبره مش هو ده دورهم في الوقت ده؟ ماشي دورهم، بس انا ما قلتش حاجه، بس انا بقول لك مثلا لعيب مثلا في الدوري سي مثلا مين اللي بيلعب من غير جمهور؟ كلهم كانوا بيلعبوا جمهور، كلهم بيلعبوا جمهور. بس في الفتره الحاليه ان انت ما فيش جمهور، بقالك سنتين ما تسمعش صوت جمهور، وبرده ماتش مهم والجمهور هيبقى مطالبك ان انت عاوز اول دقيقه او اول دقيقتين او اول 10 دقائق تجيب جون، الموضوع برده مقسه. بصوا كان البلد حط مثلا بقى اسبوعين الماتش بتاع السنغال، ماتش السنغال واللعيبه برده بشر يعني بيتفرجوا اكيد على الاعلام وبيتفرجوا على وجايبين تحليل من الصبح بالليل قبل الماتش باربع خمس ايام، ومين اللي هيلعب ومين اللي هيسوي. الكلام ده مفيد لمين؟ مفيد للاعلام بس، يعني فاهم، مفيد للبرامج اللي هي بتيجي تقعد من الصبح بالليل عشان ياخد السبوبه بتاعته يخلص لها كده. لكن انت ايه لازمه انت في السنغال مثلا ولا في تونس ولا في الحتت دي بيجي لك من قبلها ب 10 ايام كل يوم بتستوري تحليلي، طب ده يلعب طب ده ما يلعبش طب ده. طب اقول لك حاجه، انت مثلا دلوقتي اللعيب مثلا هتلعب وجي مثلا سمعت في التحليل مثلا لا اللعيب ده ما يلعبش، يعني بيتقطع فيك مثلا انت ما تلعبش لا ما تلعبش وده واحد ثاني غيرك يلعب، هتبقى عامل ازاي؟ يعني شايف البرامج التوك شو تحليله كتير زي على اللزوم. انا بقى واحد بيطلع 6 ساعات و7 ساعات ليه؟ ايه المستفيد منه؟ ومفيش اصلا اخبار على الكوره، وفي اخبار على الكوره مفيش غير مثلا اللي هو المنتخب ماتش المنتخب. فانت قاعد تقول نقول للمنتخب منتخب بس، واللعيب الضغط على اللعيبه واللعيبه لما يكسب ويعمل ويسوي ولما تيجي انت كمدرب انت لو انتم مدربين في الملاعب في الملعب ما بتعملوش حاجه كتير قوي محللين دول وما حدش فاهم كوره، يعني حتى مدربين ومدربين اسامي كبار مش فاهمين كوره بيتكلم كلام وبيجي. انا بقول لك اهو مدربين ما بيعملوا ايه في الانديه بتاعتهم؟ مش حاجه، بيمسك النادي بتاعه وما بيعملش بيه حاجه.